اشتراكك في القناة وتفعيل الجرس والتفاعل غيخلينا نوصل 100,000 فرد في هذه العائلة بحلول سنة 2023. خيار بين يديك، نضم لحملتنا توصيل القناة 100,000 اشتراك. الركراكي يعترف بسوء فريق الوداد الرياضي في الديربي أمام الرجاء. أبدى مدرب الوداد الرياضي خيبة أمل شديدة على خسارة الديربي أمام الرجاء، معترفا بأن أداء الفريق لم يكن جيدا ووجب التركيز في المباريات المقبلة من أجل تعويض النقاط المهدرة. وأقر الركراكي في تصريحات صحفية عقبة الديربي أن أداء الوداد الرياضي كان سيئا ولم يمت بصلة لفريق يطلق عليه بطل دوري أبطال إفريقيا، رافضا في ذات الوقت الرد عن الجدل التحكيمي وحصول الرجاء الرياضي على ركلتي جزاء. وقال: ما قدمناه اليوم لا يمت لفريق توج بطل لإفريقيا، لا زالت هناك 5 مباريات، قلت إن الدوري سيلعب إلى الدقيقة الأخيرة واللاعبون عليهم التركيز أكثر. وهنأ الركراكي الرجاء على الانتصار بالديربي مستحضرا استعدادهم لفترة أطول من التي حظي بها الوداد، مصرحا به هنيئا للرجاء الذين قاتلوا رغم استعدادهم للمباراة لمدة 15 يوم، واختتم تدخله بالقول: الأمر كان صعبا على اللاعبين من الناحية البدنية، لكنني لن أقدم الأعذار، سنتقبل الهزيمة كأبطال وسنعود أقوى. وانتهى الديربي الذي جرى بمركب محمد الخامس اليوم الخميس لصالح فريق الرجاء الرياضي بهدفين لصفر، مقلصا بذلك الفارق مع المتصدر إلى نقطة وحيدة. نهاية الفيديو، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.